السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود ربيع. النهاردة هنقول لكم على نقل أو تغيير قصقيص النباتات. لو عندك نبات كبير وحبيت إن أنت تنقله لقصقيص أكبر، وكمان لو اشتريت نبات من المشتل وحبيت إن أنت تنقله، هنقول لك على الأسرار اللي كانت بتحصل في المشتل عشان النبات ما يتأثرش منك. إحنا حضرتك ده النعناع اللي إحنا كنا زارعين هننقله لقصقيص كبير، والفيديو ده مهم جدا عشان هنقول لك على الأسرار اللي كانت بتحصل بحيث إن النبات ما يتأثرش منك وما يموتش وما يصفرش ونخسر النبات. اول حاجه طبعا بنجيب قصقيص حجم اكبر. التربه المستخدمه هنا تربه طينيه زي ما انتم شايفين. لو حبيت ان انت طبعا بتختلف، لو انت هتغير تغيير لقصقيص لنبات داخلي بتحتاج لتربه البطمس، دي تربه طينيه. اهم حاجه بيكون ليها فتحات من الاسفل، لازم أن يكون الفتحات دي عشان ما تموتش النبات، لان ده بيتسرب الميه الزياده. لازم أن يكون ليه فتحات، سواء انت هتحط فيه قصقيص او هتحطه فيه اي علبة، المهم يكون ليه فتحات عشان ما يتأثرش. طبعا احنا كنا بنحصل معانا في المشتل النبات، طبعا اهم حاجة عدم نقل النبات. لو انت هتشتريه من المشتل الجديد ما تنقلش النبات الا بعد اسبوعين، وده مهم جدا عشان لو نقلت النبات وانت لسه شاريه. طبعا دي القصقيص، ده الجذور بتاعته بنقصها الاول. اول حاجة بنقص الجذور زي كده، لازم نقص اي جذور. اهم حاجه عدم نقل النباتات اثناء ما تشتريها من المشتل. طبعا تاني حاجه دي طبعا لما تحط كده، بصوا حاطين يا جماعه بالظبط كده زي ما انا حاطط كده اهي، حاطط كده وبخبط على الاوار من فوق او الاصيص الصغير، بتحس ان التربه ما تتفكش منك اهي زي ما انتم شايفين حضراتكم اهي. دي طبعا تربه، ونسقي النبات قبل ما ننقله بيوم. يعني انت تنقله النهارده يبقى انت تسقيه امبارح زي ما انتم شايفين. طبعا ما ننقلش عدم نقل النباتات اثناء المشتل لما تشتريها من المشتل الا بعد اسبوعين. عدم تسميد النباتات، ما تسميدش النباتات عند النقل، يعني انت ما تصبر على شهر ولا حاجه. اهم حاجه كمان الفتره اللي تنقل فيها النباتات، لا اما الصبح بدري لا اما العصر، ما تنقلش في الظهر عشان ما يتاثرش، وما تسميدش النباتات، دي مهمة جدا. كمان هنا أهم حاجة لازم نعملها، لازم تقص الغصن من فوق سواء نبات صغير أو كبير. ده طبعا الفيديو ده موجود، ده لازم تقص طبعا النباتات بتاع الغصن من فوق عشان النبات ما يتأثرش بعد كده. أي يعني البرعم اللي فوق ده لازم تقصه عشان بعد كده ما يتأثرش زي ما أنتم شايفين كده. يا ريت تدعمونا بلايك وتشير وتشارك الفيديو. يبقى أول حاجة تنقل النبات لا الصبح بدري لا العصر بعد العصر. اهم حاجه كمان تقص من فوق اي الطرف اللي فوق ده 5 سم. كمان التربه طبعا بتختلف من نبات لنبات. النبات لو نبات داخلي بتحط في تربه البطمس، لو نبات خارجي تربه طينيه. اهم حاجه لما تنقل النبات بلاش تسمد النبات. ولو هتشتري نبات طبعا احنا بنسقيه اهو، ولو هتشتري نبات من المشتل بلاش تنقله الا بعد حوالي اسبوعين عشان ما يتغيرش الجو وينشف. لان ناس كتير جدا قالت لي يا جماعه جربوا الطريقه اللي انا بعملها اللي دي قدامكم بالظبط، هتكون ان شاء الله نباتك مش هتتاثر. طبعا زي ما انتم شايفين كده، المهم نحطه كمان في الظل، ما نعرضوش للشمس. يعني مثلا كل يوم لمده 3 ايام بنعرضه ساعتين فقط للشمس، ودي مهمه جدا. بيكون زي كده، تدعمونا بلايك وشير وشارك الفيديو. كل جديد على القناة ادعمنا بلايك لايك لايك لايك.